هناك شاب كان مغنيا ولا يعرف الناس قبيلته، وبعدما عرفوا اسم قبيلته ترك الغناء خشية العار لقبيلته، ثم تاب وهداه الله، والآن تراوده الشكوك، هل توبته لله أم لأجل الناس؟ وبماذا تنصحونه؟ أبداً ننصحه بالتوبة إلى الله والاستمرار، ويترك عنه الشكوك والأوهام، وحتى لو أنه تركها من باب يعني من باب الحفاظ على شرف قبيلته، هذا شيء طيب، المحافظة على الشرف وعلى مكانة القبيلة هذا شيء طيب. نعم.